بيطول علينا ما حنقبل. استاذ احمد استاذ احمد تطور غير مقبول. بيقبض اللي عم يقبض عم يعمل مين هالكلب اللي عم يتحدث هناك؟ فانا بدي اقول له هو الكلب مش انا. وقت البزيخ يحكي كلام بيحكي كلام اصبعه كلاب عيب. عادي احمد عادي احمد عاد هشا. قربت الانتخابات وبلشوا الشباب يشتغلوا. تفاجأتوا؟ ايه بيشتغلوا الشباب، بيشتغلوا بالصريخ وكترة الحكي وشد عصب شوارعهم، ما هن هيدا اللي شاطرين فيه. والحق مش عليهم، الحق على كل غشيم بعده بيصدقهم ولحقهم وبيزقف لهم. مسرور مسرور يا ولاد الكلب. ايوه لك الحرامة ضد كلاب يا ولاد الحرامة. ايوه يا كلاب. وبلشوا هول يزتوا الحق على هوديك وهوديك على هودوليك، ومفكرين انه الناس نسيت انه كلهم سوا كانوا قاعدين على نفس الطاولة وعم بيعدوا قطع الجبنة بوقت ما الشعب عم ياكل العصر. واللي بده يطلع على الشاشات وله اكثر من 12 سنه نايم قصدي نايب او وزير او غيره وما عمل غير كثره الحكي، الافضل انه يحترم حاله قبل ما يحترم عقول المشاهدين ويبقى بالبيت، لانه عيب نحكي عن الانجازات وعن جد اللي استحوا ماتوا. اما النواب اللي سمحوا لحالهم يوقعوا عريضه العار، ما بعرف بأي خانة معقول نحطكن، بخانة اللي رقصوا على دماء الشهداء أو اللي قتل القتيل ومشي بجنازته. وقد ما تجربوا تماطلوا الله شايف، يمكن تهربوا من محكمة الأرض بس في الله. خلص الفصل الثاني الثالث الرابع. بصراحة صرنا قرفانين نعد الفصول بمسرحية المهزلة بتشكيل الحكومة. اتكلف سعد استقال سعد، اتكلف سعد استقال حسن، اتكلف أديب ورجعت الطابة عند سعد، وهلأ اتكلف سعد استقال سعد. قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد. وشهر وشهرين وسنة وسنتين واجا وراح واستقبل وودع وبعد المسرحية مكفاية، يعني بصراحة باب الحارة خلص وانتم مكفيين بهالمسرحية. وللصراحة ما بقى فرقانة معنا، لأنه تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. لا كمان بهيدي غلطانين، لأنه تيتي تيتي كل ما رحتي كل ما كبرت خوازيقنا أكتر. صرنا منخاف من أبسط الأمور وهي إنه نمرض، صرنا منخاف نسخن، لأنه عن جد حتى حق الدواء البنادول صار بيوجع الراس، وبنج ما فيه ودواء ما فيه، وصرنا محتارين ما بين مدعوم ومدعوس. وبكل المشاكل طلع الحل برفع الدعم مش بوقف التهريب، لأنه التهريب أساسي وضروري لحتى ينمى الاقتصاد السوري ويظهر الاقتصاد السوري بصفر عجز. وبكل عين وقحة بيطلع الرئيس السوري وبيطالب بالأموال السورية المجمدة بالبنوك اللبنانية. يا حضرة الرئيس، قد ما تكون قيمة المليارات المجمدة بالبنوك اللبنانية ما بتطلع حق ضفر من شباب وأبطال الأسرى والمفقودين بالسجون السورية واللي ملفهم لليوم بعده مجمد بسوريا. فردولنا شبابنا وأبطالنا وبعدين تبقوا طالبوا بكم ورقة ما بتطلع قيمة التهريب اللي قضيتوا فيه علينا وعلى اقتصادنا اللبناني. حضرة الرئيس جوزيف عون المحترم،
رئيس بلدية المكنونية. حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة نيروتس يعني هي مستلمة لميزون دي لافور. رئيس بدي أسألك وأسألك، كم موظف في بالمشروع من المكنونية بكاسين جزين ومن منطقة جزين ككل؟ وبدي خصك بالسؤال، مين المدير؟